إيمانا بالله تعالى، ثم بعملنا وخبرتنا التي اكتسبناها من خلال خدمتنا في سلاح طيران القوات البرية، عقدنا العزم على تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار لتخدم قواتنا المسلحة ولمواكبة الدول المتقدمة عسكريا في هذا المجال. ابتدأت مرحلة التصميم بعصف ذهني مطول لتحديد مهمة الطائرة وأبعادها وحمولتها المتوقعة، وذلك قبل البدء في التصميم الهندسي. ومن التصميم الهندسي تم دراسة إمكانية إنتاجها بالموارد المتاحة محليا في معهد طيران القوات البرية، وبعد التأكد من ذلك تم طلب الموافقة على البدء في مرحلة التصنيع. وبعد الانتهاء من تصنيع هيكل الطائرة تم تركيب أجهزة التحكم الإلكترونية وبرمجتها، ويوما بعد يوم يزداد فريق العمل إصرارا وعزيمة لتحقيق الهدف المنشود، فحلم إنتاج الطائرة أصبح قريبا جدا. تم تجميع أجزاء الطائرة بشكل كامل، وتم تجربة حركتها على الأرض بنجاح ولله الحمد. وبعد هذا النجاح تم البدء في تجربة واختبارات الطيران. الفشل ليس مرادفا للنجاح، بل هو خطوة تقربنا أكثر إليه. محاولة الطيران الأولى لم يكتب لها النجاح. إعادة مرحلة تجميع أجزاء الطائرة والقيام بالتعديلات المطلوبة. محاولة الطيران الثانية أيضا لم يكتب لها النجاح. إيمانا بالله أولا، ثم بالتدريب العسكري الذي رسخ في القلوب عدم اليأس والإصرار على إنجاز المهمة، لم يزد هذا الفشل إلا إصرارا وعزيمة، فحلم إنتاج الطائرة لا بد أن يتحقق. بعد عمل التعديلات والإصلاحات المطلوبة تم تجربة الطائرة للمرة الثالثة، وها هي الطائرة ترتفع عن الأرض تحلق عاليا وتهبط بعد ذلك بسلام ولله الحمد. تلك التجارب كانت مسك الختام لقصة البداية، بداية حلم أن تكون المملكة العربية السعودية دولة تصمم وتصنع الطائرات بدون طيار. نعم، هي فقط البداية.